السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. وخلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي أمام نادي الاتحاد السعودي، مباراة في نهائي البطولة العربية للأندية. المباراة متابعين الكرام هيكون معاده بإذن الله تعالى اليوم السبت الموافق 21/8/2021، 21 أغسطس 2021. المباراة بإذن الله تعالى ستذاع على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى وقناة المغربية الرياضية تي ان تي أو المغربية الجزائرية، أبو ظبي الرياضية الأولى طبعا اللي هي الإماراتية. المغربية الرياضية متابعين الكرام اللي هي الأرضية، تمام كده، تي ان تي. معلق المباراة على قناة أبو ظبي هو المعلق عامر عبد الله، ومعلق المباراة على قناة الرياضية المغربية الأرضية فارس عوض. ملعب المباراة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. أما المباراة ميعادها الساعة كام؟ فهي ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب طبعا والجزائر وتونس، 9 مساء. والمباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. والمباراة ميعادها الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، وميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عملاق الفيديو، ولا تنسى توقع نتيجة المباراة بذلك في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.